اكيد هنرجع للنادي الاهلي وهنتكلم عن كاس العالم للانديه، خاصه انت كنت احد اللاعبين المشاركين برضو في 2006. لكن عايز اروح لاكاديميه النادي الاهلي، كابتن امير عبد الحميد مدير اكاديميه النادي الاهلي في فرع الشيخ زايد، يعني كلمنا عن العمل داخل الاكاديميه واخبار المواهب ايه عندنا في الاكاديميه في فرع الشيخ زايد. والله يا كابتن اسامه، يعني انا على المستوى الشخصي استفدت كتير جدا على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري. الحمد لله عملنا شغل كويس. يمكن انا ابتديت المهمه من حوالي 3 سنين كان مع كابتن خالد بيبو، كان عامل مجهود كبير جدا، ودلوقتي الكابتن شطه بيكمل المسيره، وكابتن محمود صالح وكابتن حماده مرزوق الكباتن الكبار كابتن احمد عبد الباقي. فبالتالي احنا عندنا الحمد لله شغل كويس جدا، خصوصا في الشيخ زايد عاملين يعني شغل كويس، عندنا لعيبه كتير وموهوبه، حراس مرمى موهوبه، وبالتالي احنا في تناسق بيني وبين الكابتن شطه، وفي تواصل بيني وبين الكابتن خالد بيبو، ان احنا بنودي كل فتره مجموعه من الولاد في اعمار السنين المختلفه. عندنا لعيبه كويسه جدا، وبنامل ان شاء الله ان دول يبقوا مستقبل النادي الاهلي من خلالنا ومن خلال القطاع ان شاء الله باذن الله، يفيدوا القطاع وبعد كده يفيدوا الفريق الاول في المستقبل. الاعمار السنيه من كام في الاكاديميه في النادي الاهلي في الشيخ زايد؟ احنا عندنا من 2002 و3 و4 و5 دول بيبقوا مع بعض، عشان دول بيبقى السن الاكبر الاكبر، فبيبقوا قليلين العدد لحد سن 2016. فعندنا لعيبه كويسه في 2012 وفي 11 وفي 10 وفي 8 و7 و6 عندنا اولاد كويسين. عملنا كمان دوري باسم مؤمن زكريا طبعا. أيوة، ربنا يشفيه. انا عايز اكلمك عن مؤمن زكريا والدوره، يعني فكره رائعه كمان انكم تسموا البطوله باسم مؤمن زكريا ويكون موجود في الحفل الختامي، ده شيء جيد جدا. عملنا ده وكان يوم لطيف جدا، وكان بطوله كويسه جدا، الناس كلها اتبسطت سواء اولياء الامور او الولاد الموجودين. عملنا شغل كويس جدا، كان بطوله كويسه جدا، ودايما بنعمل، انت عارف النادي الاهلي بيبقى دايما بيعمل اي حاجه جديده ويبقى هو المتفوق دايما. يمكن احنا كان كنا يعني قعدنا مع بعض كابتن شطه وكابتن خالد بيبو وكل المسؤولين في النادي، ان احنا عارفين ان كان في وقت كده القطاع الناشئين والقطاع هيقف شويه. الدوريات اللي هي بتاعت الاكاديميات وقفت شويه، لكن احنا كنا مستمرين بنعمل ماتشات. عملنا دوري مؤمن زكريا الحمد لله كان طلع بشكل كويس جدا، والولاد استفادوا، وان شاء الله الفتره الجايه باذن الله هنبتدي ناخد الولاد المميزين نلعب مع القطاع، لان دي حاجه تبقى كويسه وتواصل بيننا وبين القطاع. دي النقطه المهمه جدا بالزبط. يعني النهارده اكاديميات النادي الاهلي مش في الشيخ زايد بس، ده في كل المحافظات ما شاء الله، دلوقتي عندنا 16 فرع، فده مكان يعني بتقدر تطلع منه مواهب. هل النهارده عمليه التواصل ما بين الاكاديميه او الاكاديميات النادي الاهلي موجوده مع القطاع النهارده، مع المدير الفني الاجنبي، مع كابتن شطه، مع كابتن خالد بيه، التواصل ده موجود في الاكاديميه؟ في تواصل يا كابتن اسامه. يمكن احنا كل اسبوع كل الافرع بتجينا، مثلا افرع المنصوره وشيخ ومدينه نصر والقطاميه، كل ده يعني احنا عاملين شغل كويس جدا. كل اسبوع بيروح حوالي 3-4 اكاديميات، بيقابلوا مثلا 4 اكاديميات تانيين وهكذا. الناس بتصعد بتجينا، احنا بنروح بنعمل جو كويس جدا. ومش في زايد بس ولا مدينه نصر، احنا عندنا لعيبه كويسه جدا في المنصوره، عندنا في اسكندريه، في القطاميه، في حلوان، في الجزيره، فعندنا لعيبه كويسه جدا، قاعده كبيره جدا. بنقعد احنا بقى مع المديرين الافرع كلهم، مع كابتن شطه، بناخد الولاد المميزين والكويسين، بنعمل ماتشات مع بعض، وبعدين بيبقى في تواصل بيننا وبين الكابتن خالد بيبو، ان هو بيشوف ناس، هو كده كده كان هو معانا وكان عارف بعض اللعيبه. فبالتالي بيبقى ده تنسيق كويس جدا، وده بيفيد الولاد وبيفيد النادي الاهلي. واحنا مستمرين ان شاء الله، هنخلص 30/4 باذن الله. ما كان خدناش اجازه، انت عارف موضوع كورونا كان موقف الدنيا شويه، ولكن الحمد لله الاولاد موجودين في امور احترازيه وفنيه، وكل الاولاد مبسوطين مستمرين الحمد لله. فبالتالي احنا كل اسبوع او كل كام يوم بتيجي اكاديميات بنلعب مع بعض، وبنختار الاولاد المميزين الكويسين. هبتدي ان شاء الله الاسبوع الجاي لقطاع الناشئين مع كابتن خالد بيه باذن الله الفترة. واحنا ان شاء الله هنكون برضو موجودين معاكم كاميرا الاشبال في المباراة الختامية إن شاء الله في دوري مؤمن زكريا، إن هو يستحق إن احنا نكون موجودين. مؤمن زكريا يعني ابن من أبناء النادي الأهلي، وأيضا يعني لاعب خرج من قطاع الناشئين وليه تاريخ كبير في النادي الأهلي.